حمد. هلا نحن في ظل أزمة كورونا اللي صايرة بالعالم وبتركيا بالذات، الحكومة التركية اتخذت إجراءات وقائية نتيجة لها ألغت الامتحانات الجامعات تبعت إلغاء الامتحانات الخاصة بالطلاب الأجانب أو تأجيلها. في ظل هالظروف سعى فريقنا بولاية هاتاي كفريق معك للخدمات الجامعية بالتعاون مع عدة فرق طلابية في 5 ولايات تركية إلى توقيع إلى تشكيل فريق طلابي مشترك تحت مسمى اتحاد المكاتب الجامعية، وقعنا عقد مع جامعة مردين على أنه نحن نسير أمور امتحانها بما يخص امتحان اليوس للطلاب الأجانب في تركيا في ظل وفق اتباع الإجراءات الاحترازية من الكورونا. بنفس الوقت اتفقنا معهم أنه رح نعمل امتحان ثالث ضمن هالفترة الصيف، يعني ما بين الشهر السابع إلى التاسع. كمان تم الاتفاق معهم على أنه سيصير امتحانات بالداخل السوري لتفيد طالبنا السوري بالمناطق المحررة. هلق 1300 طالب تقريبا 1300 متقدم في جميع تركيا، في هاتاي خاصة 370 طالب. أخذنا مركز بنار لجا لتقديم الطلاب والحمد لله ساري بشكل ممتاز ضمن الاحتياطات الصحية الكاملة خاصة بالمسافات الاجتماعية بالكمامات بفحص الحرارة، كلياتها كانت بشكل جيد جدا الحمد لله. نحن الآن في هاتاي من أجل اختبار اليوز والذي يدخل إليه الطلاب الأجانب ومنهم السوريون. أجرينا الامتحان في 7 ولايات أخرى بنفس التوقيت، وتم وضع الأسئلة من قبل فريق مختص من أجل أن تناسب الطلاب السوريون على وجه الخصوص. يعترف بهذا الامتحان 57 جامعة حكومية، وهذا العدد بازدياد مستمر. يستطيع الطالب أن يسجل بعد هذا الاختبار في جميع أفرع جامعة مردين باللغة التركية، وتقدم جامعة مردين الدراسة باللغة العربية لبعض الأفرع. Sadece Arapça olarak eğitim vermektedir Mardin Artuklu Üniversitesi'nde. ساعدت هذه المبادرة الطلاب السوريون على إجراء امتحان اليوز بهدف المفاضلة على الجامعات التركية بعد توقف الامتحانات في عموم الولايات التركية بسبب اجتياح فيروس كورونا للبلاد. إبراهيم إسماعيل، أورينت نيوز، ولاية هاتاي، تركيا.